يا محصول الموالح ده محصول شتوي، وده يعني هو مفيد اصلا صحيا للبني ادم لانه فيتامين سي، واللي هو ربنا خلقه لان ليه علاج. المهم المحصول كويس ومنتج، وده احنا ديا ابا عن جد زراعه من قديم الازل، معانا جمعيه زراعيه مع الباشمهندسين هناك بامانه، ناس قايمه على اكمل وجه، كيماوي صرف متابعه لينا في الاراضي. والله ربنا بيكرمنا، وبرضه مع الاعتناء بالارض والعنايه بالشجر والارض والتربه نفسها بتدينا انتاج، والانتاج ده كويس جدا جدا جدا. بس انا يا ريت ان سعر الحاجه دي، يعني مثلا ده حاجه انا بصدرها بره، ليه ما يتسعرش السعر ده ويبقى موحد ويبقى على مدى على العالم، يعني على جمهوريه مصر بمعنى اصح. بالنسبه للزمام عندنا بسم الله ما شاء الله 1616 فدان، عندنا 1271 موالح، وعندنا حوالي 100 فدان قمح، وعندنا عندنا 10 فدان بصل و15 فدان خضار، وباقي المساحه كلها برسيم. فعندنا هنا المنطقه عندنا بتشتهر بزراعه الموالح، بالنسبه لانها بتنزرع يعني بتنباع كل سنه يعني كمحصول مجمل، بيعرف مثلا يبيع جملة واحدة عشان مثلا بيصرف حاله، لأن بيتباشر كل سنة مرة. وبالنسبة هنا طبعا المزارعين أصلا من 50 سنة ومزارعين موالح، والموالح عندنا هنا معدية 20 سنة. احنا هنا متواجدين بقرية الولجة، وهي أكبر قرية في مركز منيا القمح، بتزرع الموالح، مساحتها 1171 فدان، بتشتهر بزراعة برتقان أبو سرة والبرتقان الصيفي. المزارعين هنا بيصدروا الموالح عن طريق محطات الفرز والتعبئة الموجودة في محطات بلبيس، أو إن كانت الحدائق دي مكودة تبع الإدارة المركزية للبساتين بيتم التصدير للخارج. إن هو بيعتبر بيساهم في الدخل القومي لمصر بتوفير عملة صعبة. إحنا من ناحية الأهمية الاقتصادية الثانية، إن يعتبر إنتاج مصر من الموالح ما يقارب 600 ألف طن في العام، بتصدر لدول شرق آسيا وروسيا ودول الخليج، ومنها جنوب القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية. بتعتبر مصر متقدمة في إنتاج البساتين الموالح، ومن المراتب الأولى في الإنتاج. بتبدا عمليات الخدمه ان احنا بنضيف الاسمده الكيماويه بعد الجمع مباشره، واحنا بنفضل الجمع يكون في شهر 12 واول لحد اخر يناير، عشان قبل طلوع العين في شهر 2 وشهر 3 بنعمل عمليات خدمه للموالح، بان احنا بنضيف من 15 ل 20 متر مكعب سماد بلدي مع 200 كيلو سوبر فوسفات مع 100 كيلو كبريت زراعي، وبنسيب الارض ونقلبها تقليب كويس، وبنبدا نزع العزله العميقه. وموضوع الاسمده الفوسفاتيه والاسمده البلديه بتنضاف في الشتاء ديت، بتعمل على تدفئه التربه في الشتاء، وبتجهزها وبتجهز الارض لعمليات الخدمه الثانيه. بتبدا عمليات الخدمه بقى في الشتاء، خلال فتره الشتاء اللي هي الفتره اللي احنا فيها ديت، ان احنا بنقلم عمليه تقليم، وعمليه التقليم ديت بتعتمد هي من جنينه للثانيه حسب عمر الشجره وحسب حجم الشجره. بنورد معانا اربع محطات او خمسه توريد، اعلى برتقان واعلى ارض في خصوب التربه وفي مميزات وكل حاجه، بيصدروا لدول اوروبا والدول العربيه الكويت والسعوديه والاردن ودول اوروبا. دي عباره عن حاويات، والحاويات دي بتنقل من المحطات بتخش عمليه غسيل والكلام ده كله. بعد كده الدول الاوروبيه بتتنقل الحاويات وبتروح لقناه السويس في السفن، وبعد كده بتتصدر لبره. يوم العمل بيبدا من هنا من الساعه 6 الواحدة الظهر، بالنسبه للعربيه 264 بتوزن 5 طن، 5 طن و200، 5 طن ونص، بينزل عليها 7 بيخلصوها ويروحوا. بالنسبه للعامل اهم حاجه في الشغلانه دي كلها بتحرص على التنتيش، العامل بيحرص على التنتيش والورد لانه شغل استيراد وتصدير. الموضوع ان البساتين عندنا هنا الارض جيده للبساتين، والمشاكل اللي بتقابلنا بتاع الذبابه، ذبابه الفاكهه، وعايزين رش جماعي علشان نقضي على ذبابه الفاكهه، فعايزين رش جماعي بالطيران زي الاول. كان الاول من قيمه 10 سنين كان فيه رش بالطيران،
مقاومة جماعية.